اجتمعت وزيرة التخطيط هالة سعيد بالمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كاتم، وقد جاء ذلك خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى والمعني بالتنمية المستدامة لعام 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي يهدف إلى بحث سبل التعاون بين مصر والمنظمة الأممية. وقد ذكرت السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجية لتسجل 16 مليار و100 مليون دولار خلال عام 2021، وذلك مقابل 13 مليار و300 مليون دولار خلال عام 2020، وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 21.7%. وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجية 4 مليارات ونصف المليار دولار خلال عام 2021. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر لتسجل 9 مليارات و200 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021، وذلك بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 19.8%. وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة نحو مليار و400 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021، وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 40.9%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيها و82 قرشا للشراء و18 جنيها و92 قرشا للبيع، اليورو 19 جنيها و18 قرشا للشراء و19 جنيها و30 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيها و54 قرشا للشراء و22 جنيها و68 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و12 قرشا للشراء و5 جنيهات و15 قرشا للبيع، في حين وصل الريال السعودي الى 5 جنيهات وقرش للشراء و5 جنيهات و4 قروش للبيع. وما زلنا مع حضراتكم الى اسواق المعادن النفيسه، حيث شهدت اسعار الذهب تراجعا لتسجل اوقيه الذهب 1713 دولارا. اما محليا، فقد تراجع الذهب بنحو 10 جنيهات، وذلك على خلفيه هبوط سعر الذهب العالمي، وهو ما انعكس على اسعار الذهب داخل مصر. وقد سجل عيار 18 نحو 848 جنيها، عيار 21 990 جنيها، عيار 24 سجل 1133 جنيها، في حين سجل الجنيه الذهب اليوم 7920 جنيها. أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي أن الدينار التونسي قد تراجع بنسبة 13.2% مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، وجرى تداول الدولار بسعر 3.19 دينار تونسية بعد أن كانت العملة الأمريكية بسعر 2.81 دينار العام الماضي. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة لسحر ومحمد، إليكم. شكرا لك ميرفت.